FM. الكل مليك. الايماج نتاع الفنان اليوم تبدلت شوكي دي بوزيام. أيوة. ولات فما معناتها اندستري ولا الفنان هي مش من توا انت عندك هي كنت الفورمولا النمطيه الكلاسيك اما توا تبدلت المعطيات فما صوره فما واحد يتلهى له بالباساج نتاعو في التلفزه في الراديو فما شكون يتلهى له بالفيزيك نتاعو فما شكون يتلهى له معناتها بالاختيار الالحان فما معناتها مؤسسه كامله اختيار الالحان بسيفري بالنسبه لعباد دخليني مؤسسه كامله يعني وراء الفنان طبعا هل انت مواكب الشيء هذايا شوكي دي بوزيام اليوم شوف انا من الشيء هذايا انا معناتها قاعد ما نكذبش عليك قاعدين كما تقول انت فيو الامكانيات وفيو الغياب الشركات هذه نتاع التأطير ولا الانتاج هما غايبين معناتها ما فماش وما عندناش شركه انتاج حتى كل مره يحبوا يعملوا سي با فاسيل يعني موجودين توا شركه انتاج في, إيه في السوق ديجا موجودين عندك باغ اكزومبل ستار فويس عندك ستار سويزي عندك اسم اكثر من موجودين هذوما معناتها اسم اكثر من فعل اكثر مثلا هذوما هما محتكرين السوق ديجا هما محتكرين كيفاش مثلا سمعتش اعطيني مثلا اغاني فما فنانين باغ اكزومبل محتكرتهم وقاعد تخدم عليهم كيما باغ اكزومبل ريان طفل هذايا اللي عامل ضجه ومنظر بن عمار من سوسة ومن صديقنا التونسية ان شاء الله مونيا ايضا فما بوت كود معناتها قريبا ان شاء الله لانه فما شوف فما كي تتوفر الامكانيات نتاع الكتابه والتلحين حتى علاش لا الكليب كي تتوفر الامكانيات هذيا انا ماذا بيا الستار فويس يتصلوا بالفنانين يتصلوا بسليم دمق يتصلوا بعدين شواشي يتصلوا بعبد الكريم صحاب يتصلوا بنصر سمود يقولوا لهم اعطيونا اون برودكسيون مش باش يقعدوا يعملوا في دي ريبريز نتاع اغاني مغربيه واغاني جزائريه واغاني خليجيه واغاني هكا ما نسميه كاب اف ام الكلمه ليك